مؤثرة بعض الأحداث العالمية والعلماء حتى 4 سبتمبر 2016. وآسف جدا لأن أنا ملحقتش أعمل الجزء التاني اللي هو بتاع قتل الشواذ، فالحكم بتاع قتل الشواذ في العهد القديم، فده هندرسه مع بعض إن شاء الرب وعشنا الأسبوع الجاي مع بعض. هناخد الموضوع التعليقات المعتادة اللي أنا بقولها مرة تانية، نفس الكلام اللي أنا بقوله كل مرة، ورجاء محبة افهموني كويس جدا. هدف الخدمة دي اللي بخصص لها آخر نص ساعة في الأربع ساعات بتاعتنا في خدمة كل أسبوع، هدفها إن احنا نفكر بعضنا، وأنا أفكر نفسي أول واحد، باحتياجنا الشديد جدا لحياة الاستعداد. حاجات كتيرة بتحصل في العالم ربنا سبق واخبرنا بيها ان هي هتحصل، وقالها لنا الطريقه عامه دي هتحصل بهذه الطريقه، علشان قال لنا لما تبتدي تحصل قدامكم تنتبهوا. ليه؟ لانه في الزمان ده هيكون العالم بيتفنن ان يشغلنا عن حياتنا الروحيه. هو ده اللي انا بقوله، وده هدف الخدمه. لا اقصد اخوف حد، لا اقصد احدد مواعيد او ازمنه او احداث معينه هي اللي هتحصل، مش ده خالص ده هدفي. انا هدفي نذكر بعض ونشجع بعض ونفكر ان احنا محتاجين نستعد ونحتمل، لان الرب يسوع المسيح قرب يجي. هو ده الهدف الوحيد. كويس. الاستعداد اللي اقصده ان احنا يكون عندنا زيت، لان العالم بيبلم زياده، احنا الوحيد اللي فاضلين نور العالم، انتم نور العالم. الحاجه المهمه ان احنا نجمع زيت في مصابيحنا، مصابيحنا تكون وقت ما يجي الرب يسوع المسيح او اي حد فينا يسلم وداعته. اللي اقصده نجمع زيت ازاي؟ بالايمان العامل بالمحبه، بتنقيه القلب. الايمان اللي يشوف اعمالنا الحسنه في مجده ابانا، بتنقيه القلب، بثمر الخدمه نجمع الزيت. ربنا على كثير جدا قال لنا هتكون في ام على امه ومملكه على مملكه وحروب واخبار حروب، قال لنا الزلازل هتزيد، قال لنا هتحصل مجاعات بسبب طبعا الجفاف وغيره في اماكن، هتزيد الاوبئه، هتكون مخاوف وحاجات عظيمه في السماء والدخان وغيره والكلام ده كله، علامات في الشمس والقمر، وعلى الارض يكون عليها كرب، والناس خايفه من بكره او من بحيره البحر، والامواج تدق، والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار مياه المسكونه، حينئذ يبصرون ابن الانسان اتيهم في سحابه بقوه مجد كثير. ليه ربنا قال لنا كل الامواج دي كلها؟ زي ما قلت، اولا عشان ما نخافش. في زمن العالم هيكون خايف من بكره باستمرار، لان الموقف مش هيكون ثابت، مش ستيدي ستيت، مش زي امبارح زي بكره، لا، هيكون العالم سريع ومتقلب. فربنا قال لنا الكلام ده قبل ما تدخل عشان لا نرتاح، منظوره لا ترتاح. الحاجة التانية انه قال لنا الكلام ده علشان خاطر يقوى ايماننا في زمن بيشككونا في كل شيء. فقالت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. ايه اقوى من ان ربنا من 2000 سنة ومن 4000 سنة قال لنا حاجات هتحصل في اواخر الايام وفعلا تحصل مع بعض زي ما قال لنا بمنتهى الدقة؟ ازاي تكون جت بالصدفه الا لو كان الكتاب المقدس وحي الله القدوس الصادق في كل شيء؟ وطالما صدق في هذه الامور يبقى صادق في كل وعود وكل كلمه قالها. كويس. الحاجه الثالثه والمهمه علشان حياه الاستعداد، زي ما بيقول في انجيل لوقا 1، متى ابتدات تكتمل انت؟ ماليش دعوه، في سنه، في 7، في 70، في 700، مش فارقه معاه، لكن قال لنا متى ابتدات هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. ربنا قال لنا في زمن هتكون انتم مش واخدين بالكم، او الشيطان هيحاول يخليكم مش واخدين بالكم، هيحاول يخلي راسكم دايما لتحت مشغوله بالامور الارضيه. فربنا قال لنا على حاجات هتحصل، لما تحصل ننتبه. ربنا قال لنا نخلي بالنا. طب ده معناه ايه؟ معناه ربنا قرب يجي، يبقى نستعد حتى لو يجي بعدين، لكن بدات الحاجات المطلوبه علشان نستعد، فاي واحد يسلم ودعته يكون مستعد يقابل ربنا. ده اللي اقصد اقوله. علامات في السماء. السكان في استراليا في بعض المناطق يرتعبوا بسبب رؤيه مذنب عملاق لما عبر في سماء كوينزلاند في استراليا، وادي الخبر لحضراتكم. ده من انترناشونال بزنس. وبالفعل سقط في المحيط امام استراليا باصطدام عنيف، وسبب هزه قويه للمنازل في منطقه ساحليه القريبه، وقطع الكهرباء. الناس اللي في استراليا في المنطقه دي يمكن يقولوا لنا اللي حصل ده. فده كان جسم فضائي، طبعا كلمه جسم فضائي ستار
او جسم، ده الكلمه اليوناني استر استرو. فلما الكتاب المقدس قال هتكسر احداث او هتزيد الاحداث تساقط نجوم السماء، ما يقصدش النجوم العملاقه اللي احنا فاهمنا، لكن يقصد الاجسام السمائيه، الاجسام الفضائيه، وده بالفعل حصل وزاد. حاجه تانية، اخر يوم في سبتمبر تم اتختم بحدث نادر، وهو يسمى بقمر اسود، وده من بيزنس انسايدر، وده فعلا حصل. القمر اتحول لونه مش للدم المره دي، اتحول جزء كبير منه لونه للون الاسود. عاصفه شمسيه قويه اتجهت للارض، ده حصل يوم الجمعه اللي فات، وجعلت مخاوف من فقد ارسال الساتلايت والتليفونات المحموله. فعلا كانت يعني فعلا سولار ستورم كانت شديده وصلت للارض. دي لو كانت اقوى منها كده شويه او في زاويه افضل من كده بشويه كانت سببت كوارث كثيره، نشكر ربنا. بالفعل وصلت للارض وسببت، عارفين الارورا الالوان الطيفيه الشديده اللي بتحصل في بعض المناطق وخاصه القريبه من القطبين، ده من ميل اونلاين. فعلا العاصفه دي كانت قويه وسببت الارورا اللي هو الالوان الطيفيه بالمنظر ده قدام حضراتكم. البحر العالم المتقلب من ناحية الطقس أيضا، أمر لا يحدث زي ما بيقولوا إلا مرة في الجيل، وهو فيضان يضرب مدينة في أستراليا بشكل قوي، وده من ذا أستراليان، ومدينة بدل ما بيمشوا فيها بيسايبين المراكب. عاصفة قوية تسبب انقطاع كهرباء في بعض مناطق في أستراليا، وده من السي ان، والمنطقه كانت ضلمه. طيفون ميجي يضرب مناطق في الصين، يقتل 4 و33 مفقودين ويسبب انزلاق تاني يقتل الناس دي، ده برضو من سي ان ان. ومنطقه لو شفت الفيديو، منطقه سكنيه اتحولت الى عباره عن بقعه طمي، المنظر ده انزلق من فوق بسبب العاصفه الشديده والارض اتغطت. طيفون ميجي ايضا يضرب تايوان ويسبب اصابه 600 شخص، الارض فعلا بتاكل سكانها، وده من ياهو نيوز، وده المنظر. ايه راي حضراتكم؟ مش زي ما قال فعلا البحر المتقلب او البحر العالمي متقلب. اعصار مافي وده كارثه تزداد قوته ومخاوف ان هو هيضرب جامايكا وكوبا، وبالفعل حصل وبدا ووصل اللي فاتت لفئه 5، وده من اكس نيوز، وبالفعل بدا يتجه وقرب او اعتقد خلاص وصل لكوبا وابتدى التخريب والدمار اللي بيعمله هناك. اعلان حاله الطوارئ ايضا في فلوريدا بسبب تهديد اعصار ماثيو. الزلازل اللي زادت، اللي كنا نسمع زي ما بقول 30 زلزال قوي في السنه، ده الكلام ده لغايه 2006 و2007 بالساتلايت ومقياس ريختر ووسائل الاعلام وكل ده، زادت قوي. دلوقتي يوم الثلاث اللي فات كان 52 زلزال في يوم واحد، 52 earthquakes in one day، ده من موقع يو اس جي اس. الخمسة اللي كنت بقوله السنة اللي فاتت من كترته أنا بطلت أقوله، بقيت أقول رقم 6 اللي بيقع على الأقل مرة أو 2 في الأسبوع، منهم 6 في اليابان وكتير 5 فما فوق. يوم الأربعاء 54 زلزال في يوم أهو، كتير منهم 5 فما فوق. يوم الجمعة 30 زلزال منهم 1-6 في الفلبين وكتير 6 فما فوق. طيار أو ما يسموها الطيارات من الزلازل الصغيرة متلاحقة تهز جزء من جنوب كاليفورنيا، وده من اي بي سي نيوز، تخوف الناس. ف 200 زلزال ما بين صغير ومتوسط ضربوا في كاليفورنيا، وده من لوس انجلوس تايمز. وجنوب كاليفورنيا دلوقتي في أعلى حالات التأهب بسبب المخاوف إن ده يكون مؤشر لزلزال قوي أو كبير مدمر يضرب هناك. النقاش اللي داير على التكست ده خطأ، لا نيوتن ملحد ولا ألبرت أينشتاين ألحد، بل نيوتن
بالإضافة إن هو عالم فيزياء رائع. نيوتن عالم مسيحي له كتابات وتفسيرات مسيحية من أروع ما يكون، وأروع من فسر سفر دانيال بعمليات حسابية هو نيوتن، إسحاق نيوتن. رجل مسيحي رائع متدين حقيقي ومسيحي له تفسيرات من أروع ما يكون في الكتاب المقدس. كل من يقول إن نيوتن ألحد إنسان كاذب. إيه أكمل كلامي، لكن أنا حبيت بس بقى وقلت الكلام ده فقط رجاء علشان أوقف الموضوع والنقاش اللي دار على التكست، النقاش الغير حقيقي. البراكين اللي زادت قوي، كنا نسمع عن 3 4 براكين في السنة، بصوا كم بركان دلوقتي. انفجار بركان باراجواي في اندونيسيا الالاف ومئات الافراد مفقودين، ده من NBC نيوز، وادي صورة الخبر قدام حضراتكم. بركان كاتلا في ايسلندا ينشط مطيح بقنبلة ثلجية، بيعتبروه بينظف الحلقة. تزايد الزلازل في منطقة زلزال كاتلا في ايسلندا، تزايد المخاوف من مخاوف ان يحصل انفجار قوي قوي في الزلزال. ايضا امواج من الزلازل تعدت 90 زلزال تضرب جزيرة تينيريفي، اسف لو كنت بتخطا، وقد تسبب انفجار كبير لبركان تيدي او تايدي. انفجار بركان كولينا في المكسيك بقوة يجبر المناطق السكنية القريبة على الإخلاء، وده من ABC نيوز. فتحات أرضية اللي كانت تعتبر عجيبة من العجيب اللي نسمع عنها كتير دلوقتي، السكان منزعجين بسبب فتحة أرضية كبيرة في فلوريدا كمان بتسبب تلوث للمية، ده من ياهو نيوز. بيت لحم تسمح ل 15 فرد ان يبتدوا يعودوا لبيوتهم بعد ان تركوها بسبب فتحه ارضيه كبيره. المنظر قدام حضراتكم. فتحه ارضيه كبيره في اوتوا في كندا، وادي صورتها. كل دي فتحه ارضيه وابتلع طريق كبير. واخرى تغلق شارع في كارولاينا الشماليه. دي صوره الخبر قدام حضراتكم. موت الكائنات الجماعي اللي قال لنا عنه سفر هوشع، وايضا سفر سفانيا ان يحصل سمك البحر ينزع، وان ده يحصل قبل عقاب الانسان. اللي كنا نسمع عن حادثه او اثنين او ثلاثه في السنه مش خالص لغايه 2006 و2007 بنفس الساتلايت وسائل الاعلام. بس بقينا نسمع عن كم واحد في الاسبوع دلوقتي ان لم يكن كل يوم. 24 سبتمبر كم كبير من الاسماك في شاطئ في فلوريدا، وده من واشنطن تايمز. بص منظر قد ايه قدام حضراتكم، كل ده سمك ميت بطول الشاطئ. في نفس اليوم موت 1000 سمكة في بحيرة في واشنطن، وادي صورة الخبر قدام حضراتكم. ايضا في نفس اليوم موت الالاف من الاسماك في شاطئ في المكسيك اهو. ايضا في نفس اليوم موت 22 بحر في شاطئ في بيرو. يوم 27 سبتمبر موت مئات من الاسماك في بحيره في الينوي في امريكا. نفس اليوم قتل 34,000 بسبب انفلونزا الطيور في الكاميرون. ايضا في نفس اليوم موت 30 من سباع بحر والدرافين في شاطئ في بيرو. يوم 28 سبتمبر موت 200 من الطيور في بحيره في فرنسا. فبلاد العالم كلها الكائنات بتموت فيها. الاوبئه زي ما قال لنا الكتاب المقدس وفعلا زادت، وكل بينا دلوقتي شبه كل اسبوع نسمع عن حاجه غريبه جديده. اول حاله عدوى من الفيروس او الحاجه الجديده اللي بدات تنتشر هو دينجو تكتشف في ميامي. حالة من التهاب الجلد الشديد الغامضة تنتشر لعشرات في مدرسة أمريكية. تلوث فوكوشيما النووي للمحيط الهادي، الناس طبعا بطلت تتكلم عنه، لكن هو الحقيقة لم ينتهي بل يتجه للأسوأ حسب ما بتقول لنا بعض الإعلام.
بحر في الصين يتحول لونه للدم، وده من راشن تايمز او ار تي نيوز، وادي انظر قدام حضراتكم جزء من بحر بيقلونه دموي. والحادث ده بيتكرر كتير، ان مياه يتحول لونها للون الدم. اخبار حروب اللي فعلا زادت زي ما قال الكتاب المقدس. امريكا وكوريا الجنوبية في عرض عسكري لمدمرات عشان يظهروا قوتهم لكوريا الشمالية. وزي ما بيقولوا كان الموقف يعني دلوقتي واقف على غلطة. حاجة تضرب خطأ هتلاقوا الحرب العالمية الثالثة اللي هي اشتعلت. ده من سي ان ان. كوريا الشمالية تقول انها تستطيع ان تغلب الغرب برؤوس نووية جديدة، وده من جريدة البريطانية. فهي بتطور من اسلحتها النووية فقط عشان تفجر امريكا والغرب. وبالفعل كيم جون اون قاد على محو جزء من امريكا بترسانته النووية اللي شغال بيطور فيها. وهذا الشاب زي ما الشباب بيلعبوا بالاتاري، الشاب ده بيلعب بالصواريخ النووية زي ما الشباب بيلعبوا بالاتاري. بالدرجة بيعمل اختبارات نووية في بلده تحت الارض بتعمل زلازل في بلده. يعني ده ما عندوش مش عارف اقول ايه. الطائرات الحربية اليابانية تسرع لتتصدى لطائرات حرب الصينية. انت عارفين الموقف ممكن يشتعل ما بين اليابان والصين في وقت زي كوريا الشمالية والجنوبية. لأن الطائرات الحربية الصينية تحلق على مقربة من الجزر المتنازع عليها ما بين اليابان والصين، وده من CNN. الصين تحذر اليابان وتقول لها ألا تلعب بالنار في جنوب بحر الصين، وده من ياهو نيوز. الصين ايضا تحذر امريكا من النظام الدفاعي اللي بتحطه امريكا في كوريا الجنوبية، وبتعتبره الصين كما لو كان انه حاجة مخالفة قريبة من اراضيها، وده برضو من راشن تايمز. باكستان تهدد بانها تدمر الهند بالقنابل النووية، وده برضو من جريدة ذا صن. انتوا بين باكستان والهند والصين واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وروسيا وامريكا، كل دولة يعني خطأ واحد هتلاقي الدنيا ولعت نووي في المنطقة اللي هناك دي. ده احنا مش بقينا في حرب بلدة، ده احنا حرب يعني مشتعلة، ولكن مش يعني مش عارف ازاي لغاية دلوقتي لسه مرقتش. زي ما يكون في نار قريبة من بنزين ولكن لسه ما مسكتش فيه لغاية دلوقتي. جون كيري يهدد بأنه ينهي محادثات سوريا مع روسيا. على فكرة هو هدد وروسيا راحت بطلت الحوارات أصلا، فهو راح بعد كده قاطع. بيدعي ان هو اللي قاطع، ان روسيا هي اللي وقفت الكلام. وروسيا تحذر امريكا بألا تهاجم القوات السوريه مره ثانيه. انتوا عارفين امريكا قتلت حاجه و70 جندي سوري. بالفعل امريكا توقف محادثاتها مع روسيا بأمن سوريا. روسيا تقوم بأكبر تدريب عسكري على الإخلاء. روسيا هتخلي 40 مليون مواطن من بيوتهم كتدريب عسكري لو حصلت حاجة. متخيلين؟ ده فعلا حالة الاستعداد اللي لها روسيا دلوقتي عشان حسن الحرب وشيكة في أي وقت. إيران تقول أنها تمتلك أسلحة تقدر تضرب بها إسرائيل. إدارة أوباما تهاجم مجددا إسرائيل في موضوع تقسيم أورشليم. كل اللي بيحصل ده ولسه أوباما كل ده مع إيران ضد إسرائيل. إدارة أوباما تحذف اسم أورشليم من إسرائيل، يعني كما لو كان أوباما بيعتبر إنه أورشليم مش تبع لإسرائيل تماما، تبع للعرب. اكتشاف خلية إرهابية لداعش في أورشليم كانت تخطط لهجوم إرهابي إسلامي. يعني المسلمين بيتخلصوا بيقتلوا اليهود وبيطردوهم من أراضيهم. اليهود ما بيطردوش المسلمين، فالمسلمين راح هناك فوق 2 مليون مسلم عايش في اليهودية وكمان عايزين يقتلوا اليهود، وهم من اليهود سابوهم يجي يعيشوا وسطهم.
مرة أخرى طائرة بدون طيار تحلق فوق مواقع أسلحة نووية أمريكية وبغير تعرف مين المتحكم فيها. شرطة جنوب كاليفورنيا يتسرق منها 300 مسدس. آسف. دول كانوا نايمين دول ولا إيه؟ ده من فاكس نيوز. أنتوا عارفين بسبب اللي بتعمله هيلاري كلينتون وخوف إن هي هيلاري كلينتون لو مسكت الحكم هتمنع بيع الأسلحة للمواطنين الأمريكان، هتسيبها هتدخل إرهابيين أكتر وتمنع المواطنين الأمريكان يشتري أسلحة. فمبيعات الأسلحة الأمريكية من ساعة بداية الانتخابات زادت بشكل ما حصلش. الـ FBI يقول إن 7700 حادث إرهابي في سنة واحدة. واو، آدي أوباما اللي فتح الباب لأمريكا. 7700 حادث إرهابي في سنة. حادث قطار في نيوجيرسي تسبب في جرح 100 وموت شخص، غالبا ليه علاقات بالمتفجرات بتاعه نيويورك ونيوجيرسي اللي كانت من اقل من اسبوعين فاتوا، فاكرينها؟ الموضوع ده كان ضخم قوي، كان مخطط ان هو يسبب كوارث كتيره، ورغم كده مصر اداره اوباما تقول ملوش دعوه بالاسلام. ده زي ما قلت لكم النكته اللي قالوها قبل كده. اتنين مسلمين ارهابيين بيتفرجوا على التلفزيون واوباما قاعد يقول داعش لا هم من لا هم من مسلمين ولا هم من يعني لا هم من اسلام ولا غيره. فما بيقولوا لو احنا مش مسلمين وما احنا نطلع ايه؟ يهود؟ رغم هذا جوجل يقول انه مستحيل ان تكون المجموعه العرقيه الصغيره يقصد المسلمين عنصريه ضد البيت. يا سلام، 7700 حادث ارهابي اغلبهم من المسلمين، وجوجل بيقول انه الفئات العرقية الصغيرة زي المسلمين صعب ان هم يكونوا مستحيل يكونوا عنصريين ضد البيت. ما علينا. الكونجرس يصوت بلغي الفيتو بتاع اوباما. اوباما حب يعني في المتضررين من ضحايا 11 سبتمبر الاسر بتاعتهم حبوا يرفعوا قضايا على السعودية، فأوباما استخدم حق الفيتو في لغي القضايا دي، فالكونجرس دلوقتي يسود بلغي الفيتو بتاع أوباما. ده من الجارديان. السعودية تهدد بسحب بلايين من أمريكا ومنعها من استخدام قواعدها العسكرية بسبب موضوع قضايا 11 سبتمبر اللي يريد أن يرفعها أهالي الضحايا، وده برضه من راشن تايمز. الموضوع انت عارفين برضه ما بين السعوديه وامريكا مشتعل. مدينه ميشيغان تقبل ان تدفع تعويض 1.7 مليون لجامع كتعويض على ايه؟ على القانون بتاع المناطق ان هو الزوننج اللي ممنوع المنطقه دي يتبني فيها كنيسه ولا جامع ولا غيره، اللي اعتبروه المسلمين اضطهاد فدفعوا لهم تعويض. انا مش عارف اقول ايه. هي بتحدد اللي بيسأل. السعودية بتهدد، ودي مش أول مرة تهدد إن تسحب فلوسها من أمريكا. أخبار عامة. بص اللي إحنا وصلنا له إيه؟ اختراع وشم مؤقت لعلاج بعض الأمراض المزمنة عن طريق إن الوشم ده بيكون محمل بأدوية ويفضل يطلق الأدوية دي في جسم الإنسان. ده من ديلي نيوز. تاتو ويفضل التاتو ده يعني يطلق الأدوية جوه جسم الإنسان. آب جديد، أبلكيشن جديد على التليفونات المحمولة لاختيار حيوانات منوية وازدياد الكلام عن الطفل الكامل، ازاي يختاروا السوبر شايلد او البيرفكت شايلد. دلوقتي مفيش انه رجل يتجوز امرأة ويستلمها من ايد ربنا وربنا يديهم بركة نسل. لا، دلوقتي بقي الاكثر انتشار او قرب يبقى الاكثر انتشار البنك بتاع السبيرمز. وكل سبيرمز ليه السي في بتاعه. مش عارف اقول ايه. بيل جيتس يشترك مع مارك، بيل جيتس بتاع مايكروسوفت ومارك اللي هو بتاع الفيسبوك وزوجته بريسيلا تشان، ويضخون بلايين في مشروع شريحه
الكترونيه لتغيير الدي ان ايه تحت شعار شفاء كل الامراض. ده من الجارديان. غريبه ان شفاء الامراض عن طريق تغيير الدي ان ايه بتاع البشر، مش حاجه غريبه برضو؟ عالم سويدي يبحث لتعديل الدي ان ايه في الاجنه البشريه الاصحاء. واو، وهنا دلوقتي بنلعب بالدي ان ايه بتاع الاجنه البشريه. فعلا سيخرب الذين يخربون الارض. الاف دي اي يوافق على اول بنكرياس صناعي لمرضى السكر اللي هو تايب اي، تايب 1. الذين انتوا عارفين القصه بتاعت زادت قوي في امريكا، الناس اللي بيلبسوا زي مهرجين ويخطفوا الاطفال وبيجبروا مدارس عليها تقفل، اللي انتشر قوي دلوقتي، انتشر في فلوريدا وفي فيرجينيا وفي كولورادو، بقت داخله على تبقى موضه. واوهايو ايضا تغلق بعض المدارس بسبب تهديد الذين يرتدون زي المهرجين ويحارب في الاولاد بعد ان سيده ابلغت بان تم مهاجمتها من احدهم. ده من اي بي سي نيوز. دي امريكا اللي الاداره الامريكيه بتحاول تبعد شعبها عن ربنا. طب ادي النتيجه اللي بتجنيها. ازدياد ارهاب، 7700 حادث ارهابي في سنه. ازدياد خطف الاطفال، ازدياد الشر والفساد والشذوذ والامراض وغيره. المخاوف من التقلبات والقلق يدفع الاغنياء ان يبنوا كل منهم قبو للحمايه تحت الارض. طبعا الاغنياء بيكون باني بيت حلو ولكن تحت ده بيبقى عامل قبو، لو حصلت حاجه ان شاء الله، لو انفجرت قنابل نوويه يكون عايش في امان تحت الارض. الموضة دي انتشرت قوي الايام دي. ليه الاغنياء خايفين؟ السويد تريد ان تمنع الحجاب في صور الباسبور. ده من ميل اونلاين. يا ريت. اغلاق ثاني برنامج راديو شهير مباشرة ومنعه نهائيا. ده تاني مرة لما يتطرق صاحب البرنامج ان يتكلم على المشاكل النفسية لهيلاري كلينتون. مش غريبة السي ان ان وغيرها ان هي بتمنع الناس وما فيش حتى التساؤل. ما فيش حريه اعلام في امريكا على فكره انيمور. هؤلاء هم الذين سيكون لهم سلطه على النت بعد ان يسلمها اوباما للسلطات العالميه. دول اللي هيكونوا مسؤولين على النت لما تبقى القوى العالميه هي اللي ليها الحق في التحكم في الانترنت. ايه رايكم؟ علماء الآثار يكتشفوا عن أدلة تثبت فعلا أن الملك حسين فعلا قام بتحطيم تماثيل الأصنام والمرتفعات زي ما قال الكتاب المقدس وبدق في سفر الملوك الثاني 13:4. على فكرة كل ما يهاجموا حاجة في الآثار، دايما ربنا الذي لا يترك نفسه بلا شاهد، دايما أبحاث جديدة في الآثار تطلع تثبت عكس الدعوة. أخبار اقتصادية، العالم المضطرب جدا اقتصاديا. ديون الصين قد تهز الاقتصاد العالمي. ميل اونلاين، أنتوا عارفين إن الصين فعلا رغم كل اللي بتعمله ده لكن فعلا على وشك هزة اقتصادية شديدة. آلاف من البناؤون هياخدوا وظيفتهم لأن الماكينات تأخذ عملهم. الماكينات بتاعة البناء. المخاوف الاقتصادية في أوروبا تزداد مع استمرار انخفاض أسهم البنوك الأوروبية الكبرى، وده برضو من راشن تايمز. إنهاء البنوك الألمانية، وده على فكرة وشيك قوي، قد يدفن أوروبا لأن الأسهم تنخفض. ألمانيا لا تعد خطة لإنقاذ البنوك الألمانية اللي على وشك الانهيار. ياهو نيوز. وده سبب بسبب مشاكل البنوك الالمانيه بورصه داو جونز تغلق بانخفاض يتعدى ال 100 نقطه. وده من سي ان بي سي. الكاش ينقرض في بعض الدول زي هولندا وغيره اللي تريد ان تصبح دوله بدون قروض مطبوعه. ده من بي بي سي. فالاول بدل التعامل بالعملات زي الذهب والفضه بين التعامل بالكاش، دلوقتي حتى الكاش هيختفي ويبقى التعامل بالكروت، وبعد كده حتى الكروت تتحول الى الشرائح الذكيه المزروعه، اللي يرفضها ما يبقاش عنده وسيله
يعرف لا يبيع ولا يشتري بدون ما يكون معاه الأمر ده. بسبب المجاعة في فنزويلا الناس يعني بتسرق أي حاجة، فالناس وقفت شاحنة للدجاج في الشارع وسرقت ما بيها من فراخ عشان بس تاكل. ده من ميل أونلاين. ربنا حقيقي ربنا يقوي الشعب ده ويساعدهم، وربنا يتدبر إن الشعب ده يرجع ويتوب ويرجع لربنا وربنا يرحمهم. اضطهاد المسيحيين اللي زاد قوي. بصوا على فكرة لاحظت حاجة غريبة، لو واحد كان مسيحي وقال حد بتلاقي لغة اتغيرت، وده على فكرة ظاهرة عامة. تلاقي حاجة غريبة ان هو بدأ اللغة بتاعته حتى يبقى فيها شتيمة. الملحدين يحتفلون بما يسمى بيوم حقوق التجديف، يعني شتيمة، حيث يعتبر الخلية او التجديف او يعني شتيمة الاديان هو حق انساني. انت مش من حقك تشتمه، لكن هو من حقه يشتم دينك. ويقولك انا بحترمك، انا شتمت دينك ما شتمتكش انت، انا بحترمك انت كانسان. يا سلام، انت لما تشتم ابويا هتقول انا بحترمك بس انا شتمت ابوك؟ طبعا لا. ايران تقبض على 25 مسيحي في تزايد اضطهادها للمسيحيين، وانت عارفين المسيحيين في ازدياد شديد في ايران، تعدوا المليون وشوية عابر في ايران. حقيقي الله الذي لا يترك نفسه بلا شيء. اليوتيوب يمنع اعلان، اليوتيوب اللي اصبح غير محايد، يمنع اعلان فيلم مسيحي باسم انا لا اخجل اني مسيحي. فوكس نيوز. يا ترى ليه جوجل واليوتيوب والفيسبوك غير حياديين؟ بسبب قانون روسيا الجديد ومنع التبشير، قس امريكي يواجه غرامة وايضا انهاء خدمته في روسيا. انت عارفين ده من فوكس نيوز. انت عارفين روسيا فيها قانون خلاص تم الموافقة عليه وبدأ يتطبق، ممنوع التبشير خالص، الكلام عن المسيح والمسيحية والكتاب المقدس فقط في الكنيسة، ممنوع في البيوت، ممنوع في الأماكن العامة أو أي حاجة تانية. خبر كويس عشان الناس اللي بتقول ما بتجيبش خبر عدل، معليش. الآلاف يقبلوا الرب يسوع المسيح كربا ومخلصا في صحوة روحية في كينيا من المسلمين، وده حاجة جميلة. على فكرة المسيحية بتنتشر في أفريقيا وفي آسيا رغم الاضطهاد البشع الشديد بطريقة رائعة، وكل مكان يزيد فيه الاضطهاد زي عصابات بوكو حرام في كينيا ونيجيريا دايما بتلاقي كمية العابرين بتزيد قوي. أيضا تقرير وشهود عيان أن الصلاة أقامت شخص من الأموات، فربنا لا زال يعمل زي ما قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا، وأنا آسف على الأخبار التالية اللي هقولها لكم، اللي كان من 3-4 سنين الشذوذ عيب حاجة تكسف، اللي دلوقتي أصبح حقوق واللي يتكلم ضده هو العيب. خبر قد يكون مضحك في البداية، طالب في جامعة ميشيغان رد على موضوع إجبار أن يلقب الشخص بتعبير زي. أنتوا عارفين الشواذ دلوقتي بيقولوا لا ما تقولناش هي وشي، ما تقولناش هو وهي، لا قولنا زي، فبتقول هي او بلا ما تقول هي، لا تقول زي. عارفين الحكايه دي؟ فالشواذ مصرين انه يتم تلقيبهم بزي بدل هي وشي. راح الطالب ده قال زي ما انتوا عايزين تجبرونا نلقب الشواذ بهي وش بزي، انا كمان مصر ان انتوا تلقبوني بعظمتك هيز ماجستي. وده الخبر ده نشر الفوكس نيوز ورفع قضيه. انتوا مش بتعتبروا ان الشواذ من حقهم يقولوا لنا نلقبهم بايه؟ طب انا من حقي بقى بنفس المقياس تلقبوني بايه؟ وانا بقول لكم لقبوني بماجستي. زي زت اي زي إيه عشان ما تحددش رجل ولا ست، تبقى حاجه في النص كده ما يعني. تزايد حالات البشر الذي يدعوا ان هم حيوانات محبوسه في جسم بشر. دي الموضه دي بدات تزيد قوي بعد ما فتحوا الباب للشذوذ في امريكا. دلوقتي الموضه الجديده اللي يطلع يقول لك انا راجل محبوس في جسم ست وانا ست محبوسه في جسم راجل وعايز اغير جنسي. طب طلع لهم الموضه الجديده دلوقتي يقول لك انا حيوان محبوس في جسم انسان.
واحد بيقول انا عباره عن كلب محبوس في جسم انسان بينام في قفص كلاب وبيلعب لعبه الامساك بتاعه الكلاب مع سيده وياكل اكل الكلاب وغيره من تصرفات الكلاب. ده من ميل اونلاين. ايه رايكم؟ ادي اللي وصلنا له، اهو الخبر قدام حضراتكم وادي الصور قدام حضراتكم. للاسف للاسف انجاب اول طفل معدل جينيا من تكنولوجيا التلات اباء وليس اثنين. انت قلت لكم على الخبر ده، الابحاث اللي بدات فيه من عده شهور خلاص ده تم تطبيقه. اول بيبي اتولد نتيجه تلات اباء واخدين كروموزومات مختارينها بطريقه محدده، مش الاندبندنت، لا ليس تلقيح الانابيب ولا الكلام ده كله، لا ده مختارين الكروموزومات اللي واخدينها من ده ومن ده ومن ده وحطوها في البيبي. ده من الاندبندنت. ايه رايكم؟ ده اللي وصلنا له. عبدة الشيطان يدفع لإقامة تمثال شيطاني في مركز مدينة أركانساس في أمريكا. طبعا لو كان رمز مسيحي كان هيقولوا لا وممنوع والحرية وتمنع، لكن عند عبدة الشيطان طبعا لازم يوافقوا، أو المسلمين كان لازم يوافقوا. ليه الكلب مكيالين في أمريكا؟ وسائل الإعلام تقول طوارئ واحتياج متزايد لإخراج الشياطين بسبب نشاط مفاجئ لعبادة الشيطان والسحر الأسود يحدث حول العالم. الكلام ده من التليجراف، ده مش كلامي أنا ولا مش قناة حتى مسيحية، ده قناة يعني أحد من وسائل الإعلام الشهيرة، التليجراف، جريدة التليجراف. رابطين تزايد عبدة الشيطان بتزايد حالات اللبس الشيطاني والسحر الاسود والاكسورسيزم. بالفعل تقرير في المكسيك وضح ان تزايد انشطه عباده الشيطان زاد معها اللبس الشيطاني والاحتياج لاخر الشياطين. الكثير يعتبر تزايد عباده الشيطان هو علامه على ابتعاد امريكا عن الله، زي موضوع اجبار الحكومه تجبر المدارس الابتدائي على ان الأطفال لنادي عبدة الشيطان وانتشار التماثيل بتاعة عبدة الشيطان في أماكن كتيرة في أمريكا. بدأ تنتشر في الصين، أنا آسف على الخبر ده مش عارف أقوله إزاي، ولكن الحمامات العمومية في الصين جدرانها إزاز وعدم وجود فواصل ما بين الحمامات. أنا مش عارف أقول إيه، ده من بي بي سي نيوز. الحمامات بقت بدل حيطان وبدان بقت ازاز. مش عارف، ربنا يرحمنا. حكومة كاليفورنيا توافق على قانون الحمامات المتعادلة لصالح الشخص. ايضا طلب الوظائف المتعادلة في الجيش الامريكي، ده من واشنطن تايم. الجيش الامريكي دلوقتي طالبين ان يكون الوظائف كلها متعادله، راجل ست نص راجل نص ست وتيفر متحول جنسيا اي. استمرار الهجوم على القضاه المحافظين في امريكا، فتاني قاضي فيدرالي في الاباما يتم الهجوم عليه من جهات القضاء المؤيده للشواذ. على فكره الموضوع مش حريه، الموضوع ما فيهوش اي حريه، الموضوع فيه اجبار. اللي سلموا نفسهم للشيطان ما فيش حاجة اسمها عندهم حرية، بيتركوا فعلا المسيحيين الحقيقيين. نشطاء حقوق الشواذ يستهدفوا تعليم الأطفال، عايزين يعلموا الأطفال الشذوذ من الصغر وغيره من الأساليب لإقناع الأطفال بالشذوذ. إيه رأيكم؟ أنتوا عارفين زي ما الإلحاد بيهاجموا الشباب، الشذوذ دلوقتي هدفهم إن هم يهاجموا مش بس الشباب، يهاجموا كمان الأطفال ويعلموا الأطفال. تأييدا للشواذ، بعض المدارس الأمريكية تستبدل انتخابات الملك والملكة في المدارس بانتخاب أي جنس، ده من واشنطن بوست. يعني المدارس الأمريكية دلوقتي كانت اختيار الكينج والكوين، لا بقي أي حد علشان بس لو في النص حد شاذ كده في النص ينتخبوه ممكن أيضا. رفع عالم الشواذ إلى طبقة الاستراتوسفير المرتفعة في الغلاف الجوي ولأول مرة للأسف، ده من NBC نيوز. أنتوا عارفين عالم الشواذ مسمينه عالم الافتخار، برايد،
رغم ان هو فخرهم فعلا فعلا زي ما قال الكتاب المقدس في خزير. مسلسل العائله الحديثه، مسلسل قذر انا اسف يعني، تقدم شخصيه تلفزيونيه لطفل متحول جنسيا. واو، كل ده هدفهم الاطفال، عايزين يقنعوا الاطفال بالشذوذ باي شكل. المحكمه الفيدراليه تامر مقاطعه المدارس في ويسكونسن ان تسمح للبنات الشواذ ان يدخلوا حمامات الطلاب حتى يتم الانتهاء من دراسه القضيه. انتوا فاهمين يعني ايه؟ القضيه لسه ما خلصتش، ورغم ذلك قال لك لغايه ما تخلص القضيه يبقى مسموح للبنات الشواذ يدخلوا حمامات الولاد. يعني معتبرين الاصل هو الشذوذ والسماح بالشذوذ. طالب شاذ يقاضي مدرسه كاثوليكيه بمليون دولار بعد ما رفضوا ان هو يجيب رفيقه الجنسي في حفله راس. اوه ماي جاد. طب ما يروح مدرسه من المدارس الحكوميه، رايح مدارس كاثوليكيه ليه؟ دولة أخرى وهي النرويج تسمح بتغيير جنس الأطفال، والدولة ورا التانية دلوقتي بتسمح للأطفال الصغيرين إن هم يغيروا جنسهم. حقيقي يعني فعلا ويل لهؤلاء الذين يصيرون هؤلاء الأصاغر. ده اللي بيحصل في العالم، إيه رأيكم؟ يعني هدف الشيطان دلوقتي إن هو بيتجه ورا الأطفال. اللي انا بطلبه ان العالم خلاص فعلا اصبحنا زي ما قال الكتاب المقدس، كما كان في ايام لوط هكذا سيكون في مجيء ابن الانسان. يعني ربنا قرب. عشان كده بطلب من حضراتكم حقيقي حقيقي محتاجين نصلي ونستعد. وزي ما قلت في المقدمه محتاجين نعد زيت في مصابيحنا لاستقبال العريس اللي قرب يجي. الصلاه، الصوم، خدمه ابناء الله، تنقيه القلب، الاستعداد بلباس العرس اللي العالم سرقه وشغله عن حياة الاستعداد، ولهيه يلتفت وياخد القرار الآن يقوم ويقف أمام أبوه السماوي ويصف حسابه ويقدم توبة ويفتح صفحة حبيبة ويلبس الرب يسوع المسيح ويحارب أي شهوة متسلطة عليه من الآن. لما احترس، لو ما تمسكتش بالرب يسوع المسيح من الآن في المستقبل القريب ممكن ما تقدرش، لما يسود الظلام زي الخمس عذارى الجاهلات ما كانش عندهم زيت يكفي. فزي ما قلت ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل اولا ما نخافش، مش زي خوف فعلا لا ترتاعوا زي ما قال معلمنا بطرس الرسول او مخوفهم فلا تخافوا. حرني عشان اؤمن في زمن زاد جدا جدا التشكيك في كل كلمه في الكتاب المقدس، بل بيشككون في اله الكتاب المقدس نفسه ربنا. فقال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن، قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. والحاجه الثالثه عشان نستعد، ومتى هذه تكون فانتصب ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقرب. الشيطان عارف ان عريسنا قرب يجي وعايز يفقدنا سلامنا واكاليلنا ويسرق مننا الوزنات، وزنه الوقت وغيره. فاستعد، اي حد ممكن يسلم وضعته في اي وقت. في 150,000 شخص بيموتوا في اليوم، اكون انا منهم في اي وقت. طبعا احنا مش عارفين امتى هنسلم وضعتنا، فعشان كده مطلوب منا ان احنا نستعد. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبه وانتبهوا في حياة الاستعداد لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع. ربنا يبارك حضراتكم.